نتوجه هنا في قناة النادي الأهلي بخالص تعازي للكابتن جوهر نبيل. الكابتن جوهر نبيل عضو طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي ونجم منتخب مصر السابق لكرة اليد. يمكن وفاة والده في الساعات الماضية على المستوى الشخصي بقول يعني بيقول له الله يرحمه. وجوهر من الشخصيات والكوادر الرائعة. خالص طبعا العزاء للكابتن جوهر وللأسرة وربنا يلهمهم يا رب الصبر والسلوان. والحقيقة كمان النهاردة كان في اجتماع مهم جدا لمجلس إدارة النادي الأهلي طبعا برئاسة الكابتن محمود الخطيب. تم تأجيله طبعا نظرا لوفاة والد الكابتن جوهر نبيل. وهتكون مراسم العزاء في الفقيد بكرة إن شاء الله في مسجد الحمدية الشاذلية. طبعا خالص التعازي للكابتن الكبير جوهر نبيل. طبعا بنقدم كل التعازي من قناة النادي الأهلي والبرنامج أكيد خالص العزاء للكابتن جوهر نبيل عضو مجلس إدارة النادي في وفاة والده رحمة الله عليه. ربنا يا رب يرحمه بواسع مغفرته. خلص العزاء للكابتن جوهر وللأسرة ربنا يلهمهم الصبر والسلوان. يعني جوهر من الكوادر الرائعة عضو مجلس إدارة نشط جدا. يعني كان خبر حزين علينا كلنا لكن يعني كل العزاء لجوهر وأسرته الكريمة. طيب.